مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من سؤال مدينه. سؤالنا اليوم عن الفوركس، وما ادراك ما الفوركس؟ نص قصص حكايات بتصير. اليوم حنسال الجمهور، لكن ايش هو الفوركس؟ الفوركس هو كلمه معناها فور اكسشينج، هي كلمه اختصاريه معناها فور اكسشينج، هو شيء لتبديل العملات، تحويل العملات. ورغم انه الفوركس اصلا سوق مركزي كبير ما هو محدد في مكان ويقدر بمليارات الدولارات، لكن صار مشاكل كثير ونصب كثير بسبب ارتباط اسواق كبيره وشركات بكلمه فوركس. هذا اللي حنعرفه اليوم وحنسمع قصص منكم في سؤال مدينه، خليكم معنا. جاتك خبره عن موضوع تداول العملات؟ احد كلمك يبغاك تتصل عليه، تتصل اي شيء؟ هذا كل يوم يتصلوا علينا حريم ورجال ويبغون تداول، تداول ب 600 بعد سنتين تصير مليون. اقنعوك قد جربت تداول ولا لا؟ ما دخلت انا بس بالتداول، انا عارف انا انهم نصابين. والله في واحد من الزملاء، انا مدرس طبعا، مرشد طلابي، نفس الطريقه وصدقهم في كل شيء واخذوا منه 40,000 تقريبا. لا اله الا الله، كثير 40,000 والله تقريبا. كذا مره يعني صارت معايا، يعني عن طريق الاتصالات، الرسائل كمان، يعني طرق الاغراء، يعني انه يجذبوك لهم عشان ايش؟ يعني ياخذوك وسيله عشان النصب يعني. بس انا الحمد لله كنت متفهمه هذا الشيء يعني. ايوه قد صارت لي صراحه، انه تجيني رسائل على الواتساب او رسائل انه اعطينا الايبان حق البنك حقك، صراحه شيء يخوف. على طول كلمت كلنا امن. في واحد دخل ب 7,000. لا اله الا الله، وبعدين ايش صار؟ 7,000 كثير. اي والله، ولا عاد حصل ريال واحد. والله يعوض عليه. نفس الموضوع لا، بس يعني مثلا تجينا رسائل انه ربحت معانا مبلغ واتصل علينا او تواصل معانا وخذ المبلغ ده، يعني المهم انه تتصل عشان تقدر تربح الرقم الفلاني اللي هم حطوه. بس يعني لا. من ضمن القصص العجيبة في الفوركس، واحد يحكيني إنسان حريص جداً جداً ما يطلع ريال، لكن الاتصال والأسلوب والكلام خلاه يجرب بس، فقال له تعال جرب. ما جاته رسالة بنك ولا شيء، انسحب 10,000 ريال. قال له لا، ما جاء شيء تاني، 10,000 10,000 10,000، إلى ما وصل ل100,000 ريال انسحبت من حسابه بدون ما يدري. قصة من القصص المحزنة جداً في هذا الموضوع، انتبهوا. خلينا نشوف نكمل قصص ونسمع أكثر في هذه الحلقة الخاصة من جريدة المدينة عن موضوع الفوركس وتوعية لكم ولنا وللجميع. خليكم معنا. سمعت إحنا واحد من جماعتنا نفس الشيء صار، وأخذوا منه فلوس في البداية، كانوا يعطوه إنه أنت كسبت أرباح وكل مرة يقول لك زادت الأرباح، فهو طمع فصار يأخذ سلف من الناس ديون. كمان وصل يتسلف من الناس، وأخذ ديون من الناس كثيرة وصلت لمليون. مليون؟ اي والله، يعني كان كل مره يحمسوه زياده، وللاسف انه توفى وعليه الدين، ودحين ولده هو اللي ورطان في الدين. صار لي اكثر من موقف، يعني رسائل زي كذا، حد تربح معانا حد، لكن انا اتجاهلها لانه عندي معلومات سابقه. لين جاتني مره قبل شهرين اتصال، فتقول لي انت حتربح معانا ومدري ايش، فانا اخذتها بالكلام عشان، وفي الاخير يعني لقت مني كلام قلت لي اتقي الله يعني في نفسك وكذا 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 وكذا، احنا فاهمين. فانصح الجميع اي رسائل مثل هذه او اتصالات او يعني يتجنبها. واحده من صاحباتي كانت سالتني، يعني استشارتني زي كذا، فانا نبهتها، كانت هي من جد كانت حتدخل معاهم ويعني اغروها يعني بالمبلغ اللي حتكسبه وما ادري ايش، والعمولات اللي حتوصلها انها حتدفع مبلغ مره قليل في ظرف شهر، حيكون لها مبلغ مره كبير يعني. فهي طبعا انه يستغلوا حاجه الشخص ويبداوا، يعني هم يستغلوا النقطه انت محتاج او لا، حتبين لك المبلغ 3 أضعاف او اكثر يعني من كذا. والله انا يعني كشركه معتمده انت تجيب فلوسك عادي مو مشكله، اما انك تشوف لك واحد اتصل عليه وقول له خلاص حول لي على الحساب، تحول له وين بتستثمر يعني؟ هذول كلهم نصابين، وانا احذرهم انتبهوا منهم. والله اعرف صديقه لي، خليني اتذكر القصه، نشروا لها فيديو، هكروا لها جوالها، رسلوا لها رابط وانه اربح معانا ما ادري كم، انه زي المسابقات، وهكروها، هكروا الجوال. الفوركس
اسم حقيقي وسوق تداول عملات حقيقي، عليه بينضاف أسماء شركات وهمية تبيع لك الوهم في شكل ملايين. فاجأ أنك أنت بتكسب في البداية وبعدين تخسر أشياء كثيرة توصل للاستدانة زي ما سمعنا في حلقة اليوم. بس إحنا في جريدة المدينة ما نقول لكم غير انتبهوا وحرصوا، ولا تصدقوا أي واحد يتصل عليكم يقول لكم حكسبكم حتى لو ريال واحد. كنت معكم أنا أيمن خضر، إلى اللقاء في حلقة جديدة في سؤال المدينة.